بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أيدنا يا كريم في مواجهتنا لأعدائك أجمعين، آمين يا حنان يا منان يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله، وعظم سلطانه وعم نواله. الآن بفضل الله تعالى سنزور بكل أدب وجد 5 آيات تقريبا من سورة سبأ، وهي هنا في اليمن. والسورة هذه ركزت على خاصة على الصراع بين المتجبرين والتابعين لهم بمذلة وجهالة وعدم مسؤولية. السورة دي اخترنا منها الآيات دي اللي تبين اللي كلا الطرفين مش يندموا ويكتموا كالندم ذاك، ويقعدوا مش مشغولين باتهام البعض للبعض، كل واحد شنو حجته. هنا نقول لكم يا كلاب المنافقين ويا كلاب الكافرين، لكلكم خايضين في شيء ما تعرفوش عواه. يحل لكم الدماء، يحل لكم الجنس الحرام، ولا تطلبوا على قريعة الطريق وكان عجبك. هذا كله احنا علاش نحارب ذلك؟ لأنه من المحرمات، ولا يمكن للمسلم عموما للمسلمة أن تسكت على حرام، والساكت عن الحق شيطان الأخرس. ولو مش حديث صحيح، على كل حال هي حقيقة، الساكت عن الحق شيطان الأخرس، لأنه يخلي الحق مسلوب من أهله. وحنا من حقنا أن نكون في الطليعة في الدفاع عن الحق، لكن أعداءنا يتمون بتهم لا أصل لها، كونوا إخوانجية كونوا إخوان المسلمين. هذا كله وإحنا يزلنا ما يزدش علينا الكذب بذي والبهتان ذي والتلفيق التهم، ما يزدش علينا، مش تحت إرادتهم. نحن على النقيض، إرادتنا هي من الله، وهو الذي أمرنا بالتوحيد وأمرنا بالوقوف مع الحق ونحكم بالحق. ولو أنفسنا ساعات لا يحق لها حق في مشكل من مشاكل هذه الأيام الدنيوية التي لا تدوم أبدا، والدوام لله والسلام على أهل الله.